الجيش الروسي على مشارف كوبيانسك الأوكرانية مجددا بعد أقل من سنة على خروجه منها. الأمم المتحدة تنتهي من سحب النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة اليمن. تحذيرات قضائية لترامب من تهديد الشهود في قضية التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 بأمريكا. التاسعة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع الزميلة سوزان شرارة. أهلا بك سوزان. أهلا بك لؤي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. الجيش الروسي أن قواته أصبحت على مشارف مدينة كوبيانسك الأوكرانية بعد عام على خروجه منها، مشيرا إلى مواصلة عملياته الهجومية على جبهة عريضة بالمنطقة. وأفادت مصادر روسية بأن القوات عززت موقعها بالقرب من قريتين في منطقة خاركييف بشكل ملحوظ. في الأثناء أمرت عشرات البلدات في منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا سكانها بالإخلاء في مواجهة تقدم القوات الروسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد. ودعا زيلينسكي في مقطع فيديو أن يتولى إدارة هذا الملف أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ويعتبرون أن الرشاوة خلال الحرب خيانة بحسب قوله. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوغني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 4 صواريخ فرط صوتية من طراز كانجال على غرب أوكرانيا، لم تعترض الدفاعات الجوية منها سوى صاروخ واحد. في هجوم أفاد مسؤولون في وقت سابق أنه أسفر عن مقتل طفل. وأوردت القوات الجوية في بيان لها أنه تم تدمير صاروخ كانجال فوق منطقة كييف، وأسقطت الصواريخ الأخرى قرب مطار كولوميا، مضيفة أنها تسببت في إصابة بنى تحتية مدنية، فيما سقط أحد الصواريخ على منطقة سكنية. أعلن الجيش الروسي أنه دمر مسيرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو في ظل تزايد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها أحبطت محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيرة جوية على منشأة في موسكو، مشيرة إلى أنه تم القضاء على المسيرة بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غربية موسكو، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار. اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن ما تحتاجه أوكرانيا حقا هو الاستسلام الذي قد يفتح الطريق إلى السلام، لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك. وفي تصريحات له اتهم ميدفيديف واشنطن وكييف بعدم الرغبة في السلام مع موسكو، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تريد الهيمنة المطلقة على العالم، وفي سعيها لذلك لا تكترث بدماء الأوكرانيين بحسب قوله. طلبت روسيا عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي في 17 أغسطس الجاري لبحث توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأوضح ديمتري بليونيسكي القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أن هذا الطلب جاء بناء على تزايد الأسلحة الغربية المقدمة إلى كييف، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 4 أفراد روس تربطهم صلة بمجموعة ألفا جروب التي تعمل في مجالي المال والاستثمار، إلى جانب رابطة أعمال روسية أخرى. وبحسب الخزانة الأمريكية، تعد هذه أحدث عقوبات تستهدف النخب المالية في موسكو بسبب العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا. وتعد مجموعة ألفا من أكبر التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا الخاضعة لعقوبات. بدأت أوكرانيا مشاورات مع بريطانيا بهدف الحصول على ضمانات أمنية في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى إبرام أول اتفاقية من هذا النوع بنهاية العام. وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على ضمانات أمنية من بعض القوى منها الولايات المتحدة في انتظار انضمامها المأمول إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. أعلنت بريطانيا أنها أنهت تدريب نحو 1000 جندي بحري أوكراني عقب تدريب استمر لمدة 6 أشهر. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنها قدمت تدريبا رائدا في المهارات القتالية في الخطوط الأمامية لأكثر من 20000 جندي من مختلف الأسلحة في الجيش الأوكراني. وشملت التدريبات شن غارات على الشاطئ باستخدام قوارب مطاطية، وهو يعد أول برنامج تدريب برمائي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا. أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المتداعية قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من 1 مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسريب. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه الخطوة باعتبارها تجنب المنطقة كارثة بيئية وإنسانية ضخمة. وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها. حذرت روسيا من أي تدخل عسكري في النيجر باعتبار أنه سيعمل على زعزعة الاستقرار بقوة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أي حل عسكري للأزمة في النيجر يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد في هذا البلد الإفريقي، فضلا عن تهديد الاستقرار في منطقة الصحراء والساحل. يأتي التحذير الروسي غداة إعلان قادة دول غرب إفريقيا عزمهم على إرسال قوة عسكرية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس اجتماعا في غانا الأسبوع المقبل بعد موافقة قادتهم على التدخل عسكريا في النيجر لإعادة النظام الدستوري. ونقلت وكالتا رويترز وفرانس بريس عن مصادر عسكرية إقليمية أن الاجتماع سيعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إكواس خلال قمتهم المنعقدة في أبوجا، والقاضي بنشر قوة الاحتياط التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. أصدرت قاضية اتحادية قرارا يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستستخدم في محاكمته الخاصة باتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020. إلا أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا شوتكان حذرت ترامب من نشر بيانات تهدف إلى ترهيب الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين، وقالت إنها ستراقب أقواله وتفحصها بدقة شديدة. عين وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والقيام بصفقات مشبوهة في الخارج. وأشار جارلاند إلى أن الوزارة ملتزمة بإعلان نتائج التحقيقات مع هانتر. هذا وأظهر ملف للمحكمة أن المدعي الاتحادي الذي رفع اتهامات جنائية ضد نجل بايدن قال إن الأطراف في القضية وصلت إلى طريق مسدود في مفاوضات الإقرار بالذنب وإن المحاكمة سليمة.
يخطط عمال السكك الحديدية في المملكة المتحدة لمزيد من الإضرابات في نزاع طويل الأمد بشأن الأجور وظروف العمل. وقالت نقابة عمال السكك الحديدية إن نحو 20,000 من موظفي السكك الحديدية العاملين لدى مشغلي القطارات في بريطانيا سيتخذون إضرابا آخر يومي 26 من أغسطس والثاني من سبتمبر. أخلت بريطانيا مهاجرين من بارجة سكنية على الساحل الجنوبي للبلاد بعد العثور على عدوى بكتيرية خطيرة في إمدادات المياه. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن إخلاء المهاجرين من البارجة يأتي كإجراء احترازي بعد اكتشاف العدوى البكتيرية التي تسبب التهابا رئويا تصفه الخدمة الصحية الوطنية بأنه غير شائع لكنه خطير للغاية. أعلنت بكين أنها ستجري مناورات عسكرية في مياه بحر الصين الشرقي اعتبارا من غد السبت، وهو ما فسره مسؤولون في تايبيه بأنه رد صيني على الزيارة المرتقبة لنائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة في طريق رحلته إلى باراغواي. المزيد في التقرير التالي. حالة من القلق والتوتر تسود مضيق تايوان مع ترقب رد فعل صيني على زيارة محتملة معلنة لنائب رئيسة تايوان ويليام لاي إلى الولايات المتحدة في طريقه إلى باراغواي. مسؤولون تايوانيون أعربوا عن اعتقادهم بأن الصين قد تجري تدريبات عسكرية مكثفة الأسبوع المقبل بالقرب من الجزيرة على غرار المناورات الواسعة التي أجرتها بكين في إبريل الماضي ردا على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة. وبعكس تلك الزيارة لم تصدر الصين تحذيرات شديدة اللهجة، واكتفت بإدانة زيارة نائب رئيسة تايوان المرتقبة والإعلان عن إجراء تدريبات عسكرية حول المياه في بحر الصين الشرقي من 12 من أغسطس إلى 14 من أغسطس الجاري. والإعلان الرسمي من جانب تايوان هو أن زيارة نائب الرئيسة هي في الأساس مخصصة لباراغواي التي تحتفظ بعلاقات رسمية مع تايوان للمشاركة في مراسم تنصيب رئيسها الجديد. وأشار تايبي إلى أن زيارة المسؤول التايواني إلى نيويورك وسان فرانسيسكو هي لمجرد التوقف، ولا تقيم الولايات المتحدة وأغلب دول العالم علاقات رسمية مباشرة مع تايوان بموجب مبدأ الصين واحدة نظامان مختلفان الذي يعترف بأن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية ولكنها تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتنتقد الصين بشدة وترفض وجود أي شكل من أشكال التفاعلات الرسمية بين تايوان من جهة والولايات المتحدة أو أي دولة تجمعهما علاقات دبلوماسية مع الصين من جهة أخرى. ورغم ذلك فإن واشنطن تواصل التقارب مع تايبي في أشكال متعددة من بينها السياسي والعسكري والتجاري. أفاد تقرير أممي بأن كوريا الشمالية تواصل خلال عام 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد شطارية نووية، كما أنها تتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة بغرض حرمانها من التمويل الذي تستخدمه في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريب للقيادة والأركان على قيادة القوات التابعة للأسطول الشمالي لأداء المهام المتعلقة بحماية سيادة روسيا في مياه الطريق البحري الشمالي. وقالت الدفاع الروسية إن هذا التدريب الذي بدأ هو جزء لا يتجزأ من الدورة السنوية لتدريب هيئات القيادة والتحكم العسكرية لقوات الأسطول الشمالي. وصلت سفن تابعة للبحرية الهندية واليابانية والأمريكية والأسترالية إلى ميناء سيدني قبل تدريبات مالابار البحرية، وهي المرة الأولى التي تجري فيها المناورات الحربية في أستراليا. ومن المقرر أن تستمر تدريبات مالابار البحرية لمدة 10 أيام في سيدني رغم انتقادات الصين لتلك المناورات التي تعتبرها محاولة لاحتوائها.
قالت الصين إنها كشفت مؤخرا عن قضية تجسس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تتعلق بمواطن صيني قدم معلومات سرية أساسية من أجل المال. وقالت وزارة أمن الدولة في بكين إنها حصلت بعد تحقيق دقيق على أدلة على أنشطة تجسس أحد مواطنيها الذي يبلغ من العمر 52 عاما والذي كان قد سافر إلى إيطاليا للدراسة، حيث أقام صداقة مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية المتمركز في السفارة الأمريكية في روما. أطلقت روسيا مركبة فضائية إلى سطح القمر في مهمة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ 50 عاما. وتسعى روسيا لتكون أول قوة تنفذ هبوطا آمنا على سطح القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب هائلة من الجليد المائي. بطموح الماضي تعود روسيا إلى الفضاء من جديد بإطلاق مسبار إلى القمر، هو الأول بعد توقف لنحو 50 عاما، وذلك في مهمة تهدف لإعطاء زخم جديد لقطاعها الفضائي. إطلاق المسبار لونا 25 هو أول مهمة فضائية لموسكو منذ عام 1976 حين كان الاتحاد السوفيتي رائدا في استكشاف الفضاء. الصاروخ سويز الذي يحمل المسبار لونا 25 أقلع من قاعدة فوستوشيني بحسب اللقطات الحية التي بثتها وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى مدار القمر في غضون 5 أيام. وكالة الفضاء الروسية قالت إن المركبة ستبقى في هذا المدار بين 3 و7 أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر. الوكالة الدولية أوضحت أنه لأول مرة في التاريخ سيتم الهبوط في القطب الجنوبي للقمر، حيث كانت جميع المهمات السابقة تهبط في المنطقة الاستوائية. ومن المقرر أن تبقى المركبة على سطح القمر لمدة عام، حيث ستكون مهمتها أخذ عينات وتحليل التربة وكذلك إجراء أبحاث علمية طويلة المدى. وهذه المهمة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد الذي ينطلق بعدما حرمت وكالة الفضاء الروسية من شراكتها مع الغرب، وفي حين تسعى موسكو إلى تطوير التعاون الفضائي مع الصين. ووعد رئيس روسيا فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي على الرغم من العقوبات الغربية، مستذكرا أن الاتحاد السوفيتي أرسل أول رجل إلى الفضاء في عام 1961 وسط تصاعد التوتر بين الشرق والغرب. استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة 6 كأس مصر، وكذا بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة 6 كأس مصر، وكذا بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. على مدار يومين استمرت فعاليات كل بطولة ليلا تحت الأضواء الكاشفة، حيث استعرض الفرسان مهاراتهم في التقاط الأوتاد في ضوء تمتع الوادي بأفضل التجهيزات التي تمكن الفرسان من إظهار قدراتهم ومهاراتهم على ملاعب ذات مقاييس عالمية، فضلا عن التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح البطولة وأسطبلات مجهزة لإيواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطرية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول. المكان ده يعتبر أول مكان أو أول نادي في مصر يبقى فيه كافة الخدمات دي كلها. المكان مش بيعمل على أرض الأراضي بتاعت الفروسية أو الاهتمام بالخيل بس، بل إن هو كمان في فنادق متاحة ان الفرسان يقيموا فيها، بيعمل على راحة الفرسان والخيل. وزارة الداخلية مقدمة أحسن أداء
من حيث الاراضي والتجهيزات ومن حيث برضو الاسعافات، لان الاسعافات دايما جاهزه وفي دكتور دايما واقف معانا في الارض في اخر الارض. جوده الارض احنا الحمد لله ده المكان ده من احسن الاماكن اللي في مصر، وبالعكس ان هو يعني هو مش في مصر بس، ده على مستوى العالم كمان، ان هو مجهز على اعلى مستوى، الاراضي مجهزه على اعلى مستوى، وبتدي الفرصه للفرسان انهم يادوا احسن ما عندهم. ويأتي استضافة الوادي لهاتين البطولتين استمرارا للنجاحات التي حققها في استضافة بطولات سابقة منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ورفع كفاءته ليصبح مستعدا لاستضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا وإسهاما منها في الارتقاء بهذه الرياضة. المكان طبعا مجهز على اعلى مستوى ان هو يستقبل كل النوادي انها تبقى موجوده هنا في النادي، الاراضي مجهزه، الاسطبلات على اعلى مستوى، الاراضي نفسها، الاراضي التسخين، اراضي المباراه، وطبعا ده كان واضح جدا لما استقبلنا تصفيات كاس العالم في شهر واحد. خدمات نفسها المكان كله بيكون على اعلى مستوى تمام، وكل الناس بتحاول تساعد يعني باعلى قدر ممكن ان هي تساعد بيه بحيث ان المكان البطوله نفسها تبقى خارجه بشكل لائق جدا. يوفر وادي الفروسية الأجواء الملائمة لنجاح أي بطولة فروسية تقام على ملاعبه، إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، وهو ما يجمع بين الاستمتاع بأجواء البطولة وبالموقع المتميز للوادي. أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 1,814,000 قرار على علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تجاوز عدد المستفيدين من تلك القرارات 1.5 مليون مواطن. وأشارت الوزارة إلى مناظرة 3,300 مريض بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بهدف استصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، موضحة أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، كما أنها لا تتعدى 48 ساعة في حالة الطوارئ. أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تقديم 18,161,000 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في جميع محافظات الجمهورية. وتنوعت الخدمات تحت مبادرات رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج وإنهاء قوائم الانتظار وفحص الأورام السرطانية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مشددة على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية.
تسلمت قرية كفور الغاب بمحافظة دمياط مجمعا تكنولوجيا ونقطتي إسعاف ومطاف ومركز شباب، كما تم الانتهاء من السوق الحضرية وموقف سيارات، وجاري الانتهاء أيضا من الوحدة الاجتماعية، ذلك ضمن التطوير الذي تنفذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرية التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة. قرية كفور الغاب بتتكون من 90,000 نسمة تقريبا، كلهم مواطنين بيشعروا بخدمات أو هيشعروا بخدمات داخل المجمعات الخدمية من وحدة إسعاف ومطافي، وحدة اجتماعية، وفي عندنا مركز تكنولوجي خاص بالمواطنين. ونشكر حياة كريمة اللي عملت لنا مركز شباب الدهيمة، ما كانش عندنا أي مركز شباب ولا عندنا ملعب ولا عندنا أي مبنى خالص، والحمد لله نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الرائع المبذول، والحمد لله والشكر لله. كانش عندنا لا إسعاف ولا مطافي ولا بنية تحتية لأي مشروع خالص، بفضل الله بفضل مؤسسة حياة كريمة. احنا النهاردة لو حضرتك شايف الإنشاءات، المركز التكنولوجي تم تسليمه بجوار هنا المطافي والإسعاف، برضو خلاص حوالي 95% من الإنشاءات بتاعتهم انتهت وهيتم تسليمهم. شايفين حاجات ما كناش نحلم بها على أرض الواقع، وحدة إسعاف، نقطة إطفاء، مركز تكنولوجي، وحدة صحية، حاجات عشنا سنين وسنين نحلم بها ما كانتش موجودة، كناش نتخيل اللي هي تبقى موجودة في كفور الغاب. بالنسبة للإسعاف والمطافي وكل حاجة هنا تمام، وعلى إن شاء الله على أجمل وجه، متشطبة تشطيب كامل، وعلى الاستلام والتشطيب والخدمات للناس كلها موجودة، ما كانش موجود في إسعاف ولا مطافي في البلد، بدل ما الناس كانت بتجري بتلاقي الحوادث وكده على ما بينجزوهم بيكون يعني الوقت في ضاع او حاجه زي كده، فدي يعني حاجه جميله جدا في البلد معموله. اولا احنا بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع الكبير حياه كريمه، المشروع اللي فعلا يعتبر من اكبر انجازات في خلال 50 سنة اللي فاتوا. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتضمنت القافلة عيادات في جميع التخصصات الطبية ومعملا ووحدي ترين للأشعة والسونار، وتردد على القافلة 906 مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. طبعا القافلة بيتم فيها تكثيف للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، بيتم من خلال القافلة الكشف وتقديم العلاج، ولو المريض كمان محتاج تحليل طبي بيتم له من خلال القافلة، لو محتاج أشعة برضو بيتم له من خلال القافلة. قافلة فيها النهاردة 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب سواء كان أخصائي أو استشاري، معانا كمان فريق طبي على أعلى مستوى. البروتوكول المنعقد بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم، اتواجدت القافلة النهاردة في مدرسة أبو الفتوح في عزبة أبو الفتوح. أنا شايفة الإقبال بسم الله ما شاء الله كبير النهاردة جدا، الناس مبسوطة، المريض بيدخل يكشف بيعمل تحليل ويعمل إشعة. أول ما بدأت دخلت عند الدكتور قطعت تذكرة ودخلت كشفت وعمل لي تحليل وقعدت وياه، والراجل عمل جميع المشتهات وياه، يعني ما خلاش في جهده حاجة. جيت هنا القافلة الطبية عشان أكشف، كشفت عظام والدكتور كان طيب معايا والحمد لله كشفت وجبت العلاج، وإن شاء الله مروح هباخده والحمد لله. نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي والتثقيف الصحي وإعادة التدوير لعشرات المستفيدين بمنطقة منشية الجبل الأصفر. يأتي ذلك في إطار التنمية الشاملة التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في المناطق غير المخططة بالقاهرة. الأسقفية بتقدم خدمات هنا في المنطقة منشية الجبل الأصفر في الصحة وفي التعليم، وفي بتعمل ندوات للتثقيف عشان ترفع مستوى التعليم للأطفال الصغيرين سواء بقى ابتدائي أو إعدادي، وفي كذا مراحل ومنهم مراحل الكمبيوتر والحاسب الآلي، بحيث إن هي ترفع مستواهم عشان تفيدهم في دراستهم في المدارس العادية بتاعتهم، وكمان بتعمل تثقيف للحوامل وبتعمل مشاريع كتيرة وبتقدم قروض وتقدم مشاريع صغيرة للناس
وبتعمل في برنامج كمان تشجير للمنطقة، بتزرع أشجار مثمرة. التحالف الوطني نوت بيقوم في مناطق عشوائية القاهرة كلها بتنمية شاملة، برامج تنمية شاملة كل منطقة حسب احتياجها من البرامج ديت. يعني هنا شغالين 7 برامج تنمية شاملة في المنطقة. عندنا برنامج تحسين تعليم، ومن ضمن برنامج تحسين التعليم بنعلم الأولاد كمبيوتر. برنامج تحسين التعليم فيه خدمات كتير جدا غير الكمبيوتر. وعندنا برنامج تاني اسمه تثقيف صحي للفتيات، بتعلموا حاجات صحية تفيدهم صحيا واجتماعيا. وفي نفس الفصل برضه نفس البنات بياخدوا فصل اسمه عادي التدوير. عادي التدوير ده التكامل، ده تبع برنامج البيئة. احنا النهاردة بندي ندوة تثقيفية عن الفيروسات الكبدية تبع التحالف الوطني والأسقفية الخدمية، عن الفيروسات الكبدية وتأثيرها على الكبد والصحة العامة والبيئة. أنا تعلمت إزاي أن أنا أعمل ورد وأجيب إكسل وأجيب باور بوينت، وتعلمت إزاي أكبر الخط وألون الخط، وإزاي كمان أعمل عمليات حسابية. وهم اللي عرفوني إزاي أجمع الكيسة، وإزاي أعرف إن الحاجة دي صح ولا غلط، وإن البرامج إزاي أنزلها، وإزاي أتصفح على النت، وإن إزاي أشغل الكمبيوتر، وإزاي أقفله. أطلقت الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية مبادرة مشروع نحو سكن صحي بيئي آمن للأسر الأولى برعاية والشباب المقبل على الزواج، وذلك بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. استهدف المشروع تطوير 85 مسكنا ل 85 أسرة. احنا وصلنا لحوالي 85 حالة لتطوير المنازل وتجهيز الشقق للأسر الأكثر الاحتياجا والشباب المقبل على الزواج. تنفيذنا كان بيتم عن طريق إذا كان محتاج سباكة، محتاج كهرباء، محتاج دهانات، كل الحاجات دي بتتم معاينة أولية له، وبعد كده بيعمل محضر بت للحالات كلها ونشوف الأكثر احتياجا. بعد كده بنشوف التنفيذ بيتم إزاي، وفي مهندس تبع المشروع بيجي يتابع معنا الإجراءات داخل الشقة لحد ما يسلمها للعميل المستفيد في هذه الحالة. المشروع بيهدف إلى تطوير السكن والوصول إلى سكن كريم بحياة كريمة للمواطنين، وخاصة الأسر أولى بالرعاية، من خلال بعض الأعمال المطلوبة داخل السكن. ولازم يكون في حاجات بنحرص عليها، نكون توفير مياه نقية، إنارة، صرف صحي، بعض الأعمال اللي بتتم داخل المنزل بحيث يكون في تهوية. ده بيساعد ويأثر اجتماعيا على الأسر، ان احنا بنفصل فيها في ان نلاقي في خصوصية داخل المنزل بين الأب والأم والأولاد، خصوصا البنات والأولاد لما بيكبروا بتحتاج نوع من الخصوصية داخل المنزل. انا عرفت ان في مشروع الاسكان تبع الهيئة الإنجليزية، فانا عايشة في بيت عيلة، فقاعده طبعا الشقه بيت قديم ما كانتش متوضبه، وعندي ولادي شباب كانوا معلش بيتحرجوا ان حد من ولاد زمايلهم بيخشوا وبيشوفوا المكان مش متوضب. رحت قدمت الورق بتاعي وجم عينوا عندي ولقوني فعلا هعمل، وجم عينوا تاني لقوني عملت وجهزت الشقه واقفه على اخر ده يعني اخر وشين بس فيه. انا قلت اقدم فيه على اساس ان يساعدني ان انا اوضب شقه ابني، فبالفعل قدمت عندنا. المشروع ساعدني برضو ان انا قدمت ونزلوا عملوا معاينة، وجبت سيراميك، عملت سيراميك ودهنت الشقة وعملت السباكة. نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية الأرمان 950 بئر مياه جوفية في القرى والتجمعات الصحراوية بمدينة براني غرب مطروح، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ 300 بئر آخر في المدينة بإجمالي 1250 بئرا، وذلك لتوفير المياه الجوفية للأهالي لاستخدامها في الزراعة ورعي الأغنام. هنا
نفذنا 950 بئر مياه دوفي في مدينة براني ومستهدف 300 بئر آخر. يتم حصر الأماكن الأكثر احتياجا لتنفيذ الأبار في القرى والتجمعات في محافظة مطروح من خلال لجان متخصصة من التضامن الاجتماعي وتنمية القرية ومجالس المدن. العمل هنا في براني يتم على قدم وساق عشان يستفيد أهلنا في الأبار الجوفية في الزراعة ورعي الأغنام. ونحن نشكر القيادة السياسية على الاهتمام بالصحراء وبأهل محافظة مطروح عامة. احنا كنا في احتياج كبير لهذه الأبار لأنها كانت بتوفر مياه للأهالي خاصة في حالة مثلا قلة الأمطار، فيبقى الضغط على مياه الأمطار. فلا دلوقتي الحمد لله احنا بنقدر من خلال هذه الأبار بنسقي الزرع، بنروي النواشي، يعني لها الحمد لله فوائد كثيرة. احنا بنشكر مجهودات الدولة على حفر الأبار في الصحراء الغربية، لأن احنا كبدو عامة كنا محتاجين موضوع الأبار ده للزراعة ولري الأغنام، فكنا محتاجين فعلا الموضوع ده. فهي الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورة عملت لنا المشروع ده، وبإذن الله بإذن الله الرئيس إن شاء الله هيشوف صحراء خضراء، صحراء كانت محتاجة مية، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أن المية دي وصلت لها. فحفر الأبار ده كان موضوع مهم جدا جدا وكنا محتاجينه بصراحة. استضافت مؤسسة فاهم اللقاء التنسيقي الأول بينها وبين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعربت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تطلعها للشراكة والتعاون مع مؤسسة فاهم تحت رئاسة السفيرة نبيلة مكرم. وخلال اللقاء استعرضت المؤسسة جهودها في مجال الصحة النفسية ودعم المرضى وأسرهم. وفي هذا الصدد يتطلع الطرفان لتوقيع بروتوكول انضمام مؤسسة فاهم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع قاعدة المؤسسات المشاركة في التحالف وضمان وصول الخدمات والبرامج لأكبر قاعدة من المستفيدين على مستوى الجمهورية. سلطت أكثر من وسيلة إعلام عالمية الضوء على الاكتشاف الخاص بحوت وجد منذ 41 مليون سنة من النوع المنقرض توتسيتس، عاش في البحر القديم بمصر والذي انفردت به إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية. احتفاء عالمي كبير حظي به الاكتشاف العلمي المصري لبقايا حوت عاش في مصر قبل 41 مليون عام، وتعد من أقدم أحافير هذا النوع من الحيتان في إفريقيا، وهي منقرضة اليوم، والذي انفرد به برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة DMC إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. صحيفة الجارديان أشارت إلى أن توتسيتس هو أصغر حوت من عائلة حيتان الباسيلو سوريات الذي تم اكتشافه إلى هذا اليوم، وأحد أقدم أحافير هذا النوع في إفريقيا. صحيفة الاندبندنت البريطانية سلطت الضوء على طول ووزن الحوت المكتشف والذي أطلق عليه توتسيتس ريانسيس تيمنا بالفرعون توت عنخ آمون من سيتس التي تعني الحوت باليونانية، ووادي الريان في محافظة الفيوم جنوب القاهرة حيث تم اكتشافه. وأشار الدكتور هشام سلام أستاذ علم الأحافير الفقارية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤسس مركز علم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة قائد المشروع بحسب شبكة ABC نيوز الأمريكية إلى أنه رغم أن هذه المجموعة من أسلاف الحيتان كانت قد طورت خصائص تشبه الأسماك مثل تحول الطرف الأمامي إلى زعانف واستطالة الفقرات ونمو زعنفة الذيل، إلا أنها كانت تملك أطرافا خلفية يمكن رؤيتها بما يكفي لتسميتها أرجلا، والتي لم تكن تستخدم في المشي إطلاقا لضآلة حجمها.
وقال موقع قناة فرانس 24 الفرنسية إنه تم العثور على الحفرية في جزء من مصر كان يغطيه البحر، حيث يقع أيضا وادي الحيتان ويحتوي على بقايا أحفورية لا تقدر بثمن وفقا لليونسكو. أما موقع CNN الأمريكي أبرز سابقة الاكتشافات المصرية للحفريات، حيث اكتشف علماء آثار مصريون حفرية لنوع جديد من الحيتان البرمائية يعود تاريخها إلى 43 مليون عام في منطقة الفيوم، وذلك في أغسطس من عام 2021 أطلق عليها فيوم ميستيس أنوبيس، وهو أقدم وأكثر حوت ضراوة في إفريقيا، كما سبق واكتشف فريق من العلماء في عام 2018 أول هيكل عظمي لديناصور في إفريقيا يعود تاريخه إلى أكثر من 75 مليون عام. حوت تيوتسيتس هو نوع جديد من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، وهو أصغر أسلاف الحيتان مائية المعيشة حجماً، وسمي بذلك تيمناً بالملك توت عنخ آمون. المزيد نتابعه في العرض التالي. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى حتى 26 من أغسطس الجاري. هذا ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العالمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية للرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي. للمزيد تنضم إلينا الزميلة ميرفت المليجي موفدة إكسترا نيوز. ميرفت أهلا بك. يعني كما نعلم القائمين على المهرجان والشركة المتحدة قررت تكثيف يعني الأنشطة والحفلات خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع، فماذا لديك وضعينا في الأجواء اليوم؟ نعم سوزان أهلا بك وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني طبعا أنا بكلمك من أمام المسرح الكبير، مسرح الأرنة اللي بيكون عليه أكبر حفلة موجودة النهاردة. بنتكلم يوم الجمعة حفلة كبيرة جدا للفنان رضا البحراوي ومسار إجباري وكمان الفنان مسلم، ويعني دي توليفة كبيرة جدا جدا موجهة بشكل كبير لفئة الشباب ومحبي هذا النوع من الفن. ويمكن أكتر حاجة مميزة المهرجان العالمين إن كل يوم فيه
لون مختلف وذوق مختلف ونوع مختلف من الفنون، زي ما شفنا امبارح فنان طبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت امتعنا بمقطوعاته الموسيقيه، وايضا شفنا الفنانه كارول سماحه وكمان الفنان بهاء سلطان. كل دي نجوم كلها اذواق مختلفه والوان مختلفه، وكل اللي بيجي مدينه العالمين فعلا بيلاقي كل ذوقه بيلاقيه وكل حاجه بيفضلها بيلاقيها. يمكن انا بكلمك من امام المسرح الرئيسي، وبعد يمكن اقل من ساعه هتكون الحفله الرئيسيه هتبدا، ويمكن على بعد خطوات مني في النورث سكوير بالفعل في اكبر فاشن شو طبعا تابعناه من امبارح، وتابعنا افتتاحه من امبارح للمصمم العالمي مايكل سينكو، وشفنا قد ايه توافد عدد كبير جدا جدا من الفنانين والنجوم سواء من المحلين نجوم مصريين او نجوم عرب واجانب. ودي طبعا قوه مصر الناعمه، ان احنا نقدر يعني نستغل كل حاجه مصر تمتلكها في ان احنا نعلن عن نفسنا. وطبعا كل مجلات الفاشن على مستوى العالم النهارده، لان هو طبعا مصمم ازياء عالمي وبيحظى باهتمام كبير جدا، كان كلهم بيتكلموا عن العرض اللي تم امبارح بشكل كبير، وده طبعا طريقه اعلان عن مصر واعلان عن العالمين الجديده. يمكن انا بكلمك وزي ما انت سامعه معانا في على طول الكورنيش في فرق بتمشي بتعزف موسيقى سواء بقى فولكلور او اي، كمان كان في فرقه من الاوبرا موجوده، يعني كل حد بيجي للعالمين يعني بيستمتع بكل لحظه بيوصل فيها لكورنيش العالمين. خليني اقول لك برده على نقطه مهمه جدا سوزان، ان على مش بس الفعاليات اللي بتنظمها الشركه المتحده هي بس اللي موجوده في العالمين، لا احنا بنتكلم ان على هامش وعلى حس الروح اللي عاملاها الشركه بفعالياتها على مدار اليوم، هتلاقي كل شواطئ الخاصه استثمارات خاصه كتيره جدا بتعمل هي كمان حفلات بذوق مختلف بشكل مختلف. فبالتالي اي حد بيجي لمدينه العالمين بيجد الوجهه الخاصه بيه او بيرضي ذوقه بشكل كبير جدا جدا. يمكن انا وانا جايه لي عشان اطلع معاك في الهواء انا مش عارفه امشي من الزحمه في الحقيقه، العدد كل يوم بيزيد وقت عن التاني، بيتسمع عن العالمين بتوصل لعدد كبير جدا، والملحوظ كمان ان وجود فئات او وجود سياح عرب كتير جدا جدا طبعا عرفوا كتير وسمعوا كتير عن العالمين الجديده. فكرة الميكس الجميل والتوليفة الجميلة اللي عملها المتحدة، ان هي يكون عندك فنان عربي بمريديه بالفانز بتوعه بالمتابعين ليه موجودين مع كمان فنانين مصريين، ده بيلفت نظر السياح العرب من كل مكان، واللي بيجوا بيتمسكوا بشكل كبير جدا بتواجدهم في العالمين الجديدة. زي ما انت شايفة الأجواء جميلة، وبعد لحظات أو بعد أقل من ساعة إن شاء الله هيكون في حفلة كبيرة جدا جدا، وطبعا الحمد لله الشركة المتحدة أعلنت إن هي هتبث هذه الحفلات على قنواتها، فأتمنى طبعا إن انتوا تستمتعوا معانا بالحفلات الكبيرة والفعاليات اللي بتتم هنا في العالمين الجديدة. نعم مربت المليجي زميلتنا وموفدة إكسترا نيوز، بشكرك شكرا جزيلا. ورياضيا، خسر منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2004 أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 39-35 في نصف نهائي بطولة العالم المقامة في كرواتيا، وبهذا ينافس المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد على المركزين الثالث والرابع. حصل هاري كين على الإذن بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال الفحص الطبي مع بايرن ميونخ وفقا للتقارير. يأتي هذا عقب الأخبار في وقت سابق تفيد بأن بايرن قد توصل إلى اتفاق مع توتنهام بشأن التعاقد مع مهاجم إنجلترا. المزيد في التقرير التالي. من
بايرن ميونخ على موعد مع أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني، حيث أكدت صحيفة بيلد أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وافق على الانتقال إلى البافارية بعد أن توصل الفريقان إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقاله. بحسب ما ورد، اتفق النادي الإنجليزي وبايرن ميونخ على الانتقال، لكنهما احتاجا إلى موافقة كين الذي لديه عام آخر على عقده مع توتنهام. الصحيفة الألمانية أكدت أن اللاعب وافق على الصفقة، ومن المتوقع أن يوقع عقداً لمدة 4 سنوات مع بايرن ميونخ دون أن تنقل عن مصدر. وفي حالة اكتمال الصفقة، سيكون انتقال كين هو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني، حيث توقع أن تبلغ نحو 100 مليون يورو. كان البافاريون الذين فازوا بالدوري للمرة 11 على التوالي الموسم الماضي يسعون جاهدين لإحضار كين، حيث يتطلعون لتعزيز قوتهم الهجومية والمعركة على لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى. انضم كين إلى أكاديمية توتنهام في سن 11 قبل أن يبدأ أول ظهور له في عام 2011، وقد أمضى معظم حياته المهنية في نادي شمال لندن، لكنه حصل على فترة إعارة في لوتن أورينت، ميلون، نوريتش سيتي وليستر سيتي، وسجل كين رقماً قياسياً بلغ 280 هدفاً مع توتنهام في أكثر من 430 مباراة في جميع المسابقات، و 58 هدف لبلاده في 84 مباراة، مما جعله أفضل هدف لهم على الإطلاق، وهو ثاني أفضل هدف على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 213 هدفاً. تأهلت إسبانيا إلى الدوري قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة عقب الفوز على هولندا بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي. ولعبت سلمى بارلويلو دور البطولة، حيث سجلت هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 21 من الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق. تأهلت السويد إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعدما تغلبت على اليابان بهدفين مقابل هدف في الدور الربع النهائي، وبهذه النتيجة يلتقي منتخب السويد مع إسبانيا في الدور المقبل. تأهلت الأمريكية كوكو غوف إلى الدور الثمن النهائي من بطولة مونتريال المفتوحة للتنس، وذلك عقب تغلبها على البريطانية كاتي بولتر، وحسمت غوف المباراة بمجموعتين للا شيء في ساعة واحدة وثلاث عشرة دقيقة. صعد الفرنسي جايل مونفيس إلى ربع نهائي بطولة تورنتو المفتوحة للتنس بعد فوزه على الأسترالي ألكساندر فوكيتش، وحسم الفرنسي اللقاء بمجموعتين متتاليتين ليواجه في دور الثمانية الإيطالي يانيك سينير. ضرب أليكس دي مينور موعدا في ربع نهائي بطولة تورونتو المفتوحة للتنس مع المصنف الثاني في البطولة دانييل ميدفيديف بعد تأهله على حساب الأمريكي تايلور فريتز، وفاز الأسترالي على فريتز بثلاث مجموعات دون رد ليتأهل لمواجهة الروسي في دور الثمانية. من أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام جولة التاسعة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم العناوين.
الجيش الروسي على مشارف كوبيانسك الأوكرانية مجددا بعد أقل من سنة على خروجه منها. الأمم المتحدة تنتهي من سحب النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة اليمن. وتحذيرات قضائية لترامب من تهديد الشهود في قضية التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 بأمريكا. لمزيد من الأخبار مشاهدينا، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا سوزان شرارة وزميلي لؤي أباظة.